انك تسوي طرشية. تبغى تكهربا؟ تبغى تكهربا احنا وجهنا. سندويشة المدرسة ايوه ها زعتر. هذا زعتر رمان. زعتر رمان؟ زيت الزيتون. الله الله الله. طيب حلو شوي، انا احب الزعتر. ممنون يا ورد، اشكرك. بس حنجرب هذا عمو دارانا، واحنا ميتين جوع جايين، فايش دين نطينا اذا ناكل؟ ما دين نقول له لا. هيفاء قالت اليوم عازمتك كملنا، قلت لها هيفاء نقوم نغسل، قلت لها عادي تقوم تدفع الحساب. وانت عازمتيني عزمتني عد عزمتني. لا تصدقون، خاف تقول لكم انا عزمتها. لا والله لا والله. بعد من يدفع حساب؟ اه انا بالورد. لا صفعت رجع لي. مرحبا، هذه الكتب وصلتني من صفحة، هسه راح أسوي لها طبعا تاج. وأني بما أنه أنا كلش أشجع على القراءة وأشجع هيك مشاريع، فشكرا جزيلا، فقبلت من عندها الهدية. اللي يحب يقرأ وما عنده وقت أنه يطلع برا يختار كتب، فأشجع أن يدخل على هذه الصفحة ويختار بكل هدوء الكتب اللي هو يريدها. كان كلش عاجبني أقرأ عن العراق قديم، فاختاريت أني هذا الكتاب العراق قديما وحديثا. أوكي، سيد عبد الرزاق حسني. فأني كلش أشكرك على